يحضر الإنجاز والإبداع لما يذكر اسم الطفل وديع نحال ابن 13 عام بأي حفل موسيقي ومسابقة محلية أو دولية، ليشكل وصوله للمرحلة الأخيرة بمسابقة موزارت العالمية للعزف على البيانو بسويسرا ضمن 20 متأهل، محطة من محطات النجاح المتواصل يلي بتوعد بموهبة موسيقية كبيرة. بآلة البيانو بقدر أعبر عن مشاعري سواء كانت فرح أو حزن، وبتواصل معها بشكل روحي. حالياً أنا مشاركة بمسابقة موزارت العالمية. أنا سمعت بالمسابقة عن طريق الإنترنت قبل بشهر، فصرت حضر خلال هذا الشهر يعني وصلت عدد ساعات تدريبي لـ8 ساعات، فاشتغلت مع الأنسة آيا أرسوزي ومتابعة أونلاين مع البروفيسورة الأستاذة همسة الوادي. بعدين صورت فيديوهات وبعتها عن طريق الإنترنت، وبعدين تابعت النتائج على الصفحة الإنترنت. اختاروا 39 مشارك، وبعدين صفوا من نون 20 مشارك. أنا كنت من نون، الحمد لله تم اختياري. موهبة وديع بالتأليف ظهرت للعلن لما عزف مقطوعة موسيقية من تأليفه بعنوان عندما تبكي سوريا، عبر فيها عن آلام الحرب خلال مشاركته بمسابقة موزارت، إضافة لمقطوعات لكبار المؤلفين الأوروبيين الكلاسيكيين. وديع عنده قدرات استثنائية وحالة خاصة، وبشوف فيه مشروع موسيقي كبير لقدام إن شاء الله، يعني وبتمنى نقدر يعني نوصل هيك مواهب للعالمية لبرا. بتمنى يعني إنه هي تكون خطوة بداية لوديع لحتى يشارك بمسابقات تانية عالميا، وبتمنى يعني مو بس لوديع، لأي طفل لأي موهبة نقدر نوصل لبرا ونحقق اللي بدنا اياه. مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وكل حدا مآمن بحلمه قادر يوصل له، مثل ما وصل وديع بعمر صغير وحقق حلمه بالعزف على أكبر المسارح وقدم موسيقاه للعالم ومثل سوريا بالشكل الأفضل يلي بيرسم مستقبل جميل لأبنائها.